آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد الرسل سلسل شيء لا لهم من الفاتحة. شرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى العشر الكرام والذين ما نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلى عمين نبيك خير الناس الحمد على فأس وعلى السبطين ذوي الإخلاص والصفاء ومن تنازل منهما إلى سيدنا محمد عبد الله المهدي وعن سائر الصحابة والأنصار والمهاجرين وحزنائك رفيقا سيدنا ولان الإمام الحسن سيدنا ولان الإمام الحسين وعن أختيما سيدة زينب غرة كل عين وعن ابنهما سيدي علي زين العابدين وعن أمهما سيدة فاطمة الزهرة وعن جدتهما سيدة خديجة الكبرى وعن سيدة عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات وكل من آمن بالنبي واتبع شريعته شيء لله له منا الفاتحة. الحقيقة أهل الصفا والوفاء
وكل من قال لا إله إلا الله وشهد بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء الدنيا إلى انتهائها شهيد الله له منا الفاتحة. سيدي عبد السلام بن بشير سيدي أبو الحسن الشاذلي سيدي عبد العزيز المكنى بأبي المجد ولسيدتنا فاطمة الشاذلية ولشيخنا القطب الأبيض والإمام الأوحد سيدي السادات ورافع المهمات صاحب الولا والكجم للطلعات بحر الورود والبركات عروس المملكة ولسان الحضرات الحسيب النسيب برهان الملة والدين سيدي السيد إبراهيم القرش الدسوقي. اللهم أنزلنا في سلكه واجعلنا من المتابعين أجره الشريف وارزقنا محبته ومحبة شريفه سيدي شرف الدين موسى أبو العمران ووزيره سيدي حول العربي الشرنوبي سيدي بولي سيدي قريب سيدي برهان سيدي جمال الدين محمد الدسوقي سيدي محمود الدسوقي ولأهل البيت الحافية والغنديلية والشرقاوية والصوبعة العلماء ومن أمامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد الله لهم منا الفاتحة. محمد عثمان عبد البرهاني ولشيخنا وإمامنا وحامل حمانا ورفع أرواحنا وسيلتنا إلى السلطنة البرهانية مولانا الإمام كمال الدين الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني مولانا الإمام إمام الدين الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنهم وآل بيتهم وذرياتهم وأنصارهم ومحبيهم وجميع ساداتنا القرآنية في الدنيا إلى انتهائها شهيد الله لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yeah.
السماوات والأرضين رضي الله تبارك وتعالى عن شهاداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن إلى أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا نور عرش الله يا بدر طيبة يا محمد مدد يا قوة كل عين جد الحسين يا دواء غيبي شهدت طلعته وأنا لا أرى وأطلع أدري عندما عاينته بكماله من
حوضها من تزرى وفقهت من أسراره ما لو يشاء سبعين راحلة بذاك الأوضر يا طائفي يا
حسان يا حسين يا حسان Bye.
وكانت الرد والإرفاد
تجمعت أرضاده من بات يرجو البرآة وهو مغارف لا ريب ذاك تكبر وعناد. من لم يحكمني وعاص ضلالة لا خير فيه وما لديه وهاد. من شذ عن إجماع أهل طريقتي منهم فإنا شرابه الأحقاد. من تنفع الذكرى لديه يغل بها وإذا تولى ما له حساد. يا سعد لقنهم حلاوة طاعة كم كل فيها النصح والإرشاد.
Thank you.
جميع إلى جنابك أنوب وكريما ورحمة وإماما وعظيما وليس فيك يقال وأمان بغير حسنك وهم وهدى غير ما تقول ضلال فإذا لم يكن بحسنك أمني فإلى من ترى يبث سؤال وجميع الكرام ملك الجمود وهم بالتجلي عليك ظلال وخلت قبلك القرون وخلا وجميل على يمينك خال وخلت قبلك القرون وخلا وجميل على يمينك خال فأجرنا أجرنا فإن نورك فينا هو ذا الحسن أنت فيه مثال وأدم عندنا بوصلك نحيا فلنا فيك عروة وحبال وأدم عندنا بوصلك نحيا فلنا فيك عروة وحبال تخلل شعاب قلب محبي فإذا كنت قلبه فنواله فإذا الشمس من ضياك خفاه بالجليل جبال
هدى سيره المنتدى Oh!
Hey, hey, hey.
وليدوز الحب في
في حالات الصباح المسك بالنعمة تبهى يا فلتي فيا بالنور الذي منه نوره ومنه استمد الخلق صبي ويا باسط جعله حياة لروحنا وأسري بسر الروح وبحقيقتي وبالرسل والأملاك والروح روحا ولي براح مالح بعد غسلتي في نوح وإبراهيم موسى وآدم وعيسى وكل الأنبياء عليه من الرحمن على صلاته وأزكى سلام دائم وتحياتي وبالآل والأصحاب أنوار هدينا والذي أمى الصديق صافي سريرتي هذا عمر الفاروق من عز نصره وعثمان ذو النورين باهي سريرتي وبالآزاد الكروار من لا عاتره علي رفيع القدر باب المدينة وبالحسنين اسمح بحسن ثناهما وأمهما الزهراء يا أهل الأباك في حمزة والعباس فرح قلوبنا بفضلك أنصرنا بسيف الكفاية وسعير أهل البيت من عم نورهم وبالسادة الأزواج أهل الصيانة وأصحاب بدر والمغازي وبيعة عليهم سنة الرضوان بكل لحظة وبالتابعين الفائزين وسيرهم وبالحائدين القضوان الشريعة وبالكامل اللومان ثم بمالك إمام الورى والشافعي للمكانة وأحمد والبصري وسفيان وليثهم وزيد وأوزاع وكل الأئمة وبالأولياء الكاملين وسرهم وأهل المقامات العلى والكرامة في تمثيل التجلي قد فنى عن سواكم ومن بالتحلي قد تحلى بحليتي ومن هام بارواح الحبيب وطيبه ومن رافع ارواح الاهم صدق المحبتي ومن ذاب شوقا او لخوفي بعاديه ومن في رياض الوصل يسعى بهمتي ومن لاحظتهم عين حبي كفسدوا وسالوا بسر أحسان سيرتي ومن رافعوا ثوب الحجاب وشهدوا ومن مالكوا التصريف بكل بغاتي عبيد ولكن لا الملوك عبيدهم ومن شارب صافي الرقيق بهمتي ومن مانحوا من فيضهم كل نفحة وقد وارثوا بالسر وفي سلكه ضمنا بصفو السلام
خير هدي وبالقوط بموسى في المكارم من سما بقرب إليه والمدى يا الحميد هدي أمن لي وداد الموسوي أنوار وريني وفي مدام الأنس في كل سهد وأتباعه أهل المعارف والهدى ومن سالك عنه بأعلى طريقة بأرباب عرفان شهوية قاموا وعنوان شلوميات أسرار الشربيات الراغة فاشربي هذه بهم حزني وحرصي وعسرتي وكن ناصري واكشف لعيني قلوبنا للسر للكتمان من غير بريات وبالغوث عبد الغادر ارفع مغامنا وبالسر باعي احمد وبالبعدوي ذي الفضل أحمد سيدي وبالشاذور أفرد بحبك مجدي وأحبابهم والمنتمين إليهم وكل ما من كامل للبادي وكل مريد صادق بتوجه أجبني ووجهني إليك بقوتي وأهليك عدوي والحسود أذله ومن لي نواسوا فخذوه بسرعتي وأصلح لنا وقتا وقلبا وقوة وسهل لنا الأرزاق مع حسن عبادي وأطيب علينا يا ودود وهب لنا أقرني بفضل كل هم وباللطف والإحسان عمل جميعنا ونجي من الأسواء بكل حالة وأكرمني بالتقوى وقوي يقيننا وسلم وجب ربي الطراب رفدي وعمل بخير واكسون قوس وتنتبي بأنوارها إياي بكل وتنبيل بنور الغرب حالي وعماني بحسن وإحسان وقدم سعادتي وفي جنة الرضوان فاجعل ما غروانا وزدني دوام الوصل وأعود في رؤياتي الفاتحة
بشرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه درجته ونفعنا عن سائر إخوان الأنبياء المرسلين وعن العشر الكرام البر الذين بايعنا بكم المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعن عمي حبيب خير الناس الحمد للعباد عن سبطين غير إخلاص الصفا ومن تناثر منهما إلى سيدنا محمد بن عبد الله المهدي وعن سائر الصحابة والأنصار المهاجرين الحسن أولئك ربيبا سيدنا مولانا الإمام الحسن سيدنا مولانا الإمام الحسين وعن أختنا سيدة زينب قرة كل عنوان ابنهما سيد علي زين العابدين وعن أمهما سيد فاطمة الزهراء وعن جدتهما السيدة خديجة الكبرى عن السيدة عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات وكل من آمن بالأمر واتبع شريعته شيء لله لهم من الفاتحة. أربع ملائكة الله المقربين أربع خلفاء رسول الله الراشدين أربع مددين أربع سيدات النساء أربع لها السجل أربع الأقوال مدرد الكون سيدي أحمد الفاعد باي سيد عبد القادر الجيلان باي سيد أحمد البدأ باي سيد إبراهيم القرشي السبات باي سيد محمد سيد إبراهيم القرشي السبات باي سيد أبو الحسن الشهدات باي سيد عبد السلام الششوات باي سيد محمد بادر نقشمات باي سيد محمد الخلوات باي سعداتنا موالينا سلمان الفارس الحسن البصري داود الطائم عروف الكرق الآن الإمام الليس الإمام البكري الإمام الجنيد سيد سعد بن جبال سيد الحاج علي البيم سيد أحمد بن إدريس سيد محمد عثمان بن غني المكي سيد صالح بن أبي البركات المدير علي الولي سيد إسماعيل أبو ضيف والباقين من 120 ألف من أبو قرب الصوفي أهل الديوان شيء لله لهم من الفاتحة. الفاتحة للسائر أولياء الله الصالحين من الباب إلى المحراب تحت ساق العرش وفوق بساط الحق خصوصا أهل السماء الحضرات النورانية والرسل الصديقين والأوائس الأفراد والأوتاد والأقطاب أقطاب ورموز أقطاب ونشاط أقطاب ورب أميرية والحجاب كل من تطور في أقطاب رجولي رجال الظاهر الباطن سن الخضر أخي عليه السلام ولسائر السالكين والمسلكين كل من ضعف الشريعة كل من فضل بالحقيقة أهل الصفا والوفا وكل من قال لا إله إلا الله وشهد بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتداء الدنيا إلى انتهائها شيء لله له من الفاتحة. الفاتحة لكل ملك في السماء وكل نبي ولي في الأرض والصطريق من الأحباب كل من حضر وكل من رواب سيد عبد السلام يمشي سيد أبو الحسن الشاذلي سيد عبد العزيز المكنى بأبي المجد ولسيدة بن سيد فاطمة الشاذلية ولشيخنا القد الأمجد والإمام الأوحد سيد السادات رافع مهما صاحب الولاء والكشف والإطلاعات بحر الورود والبركات يا رسول المملك ولسان الحضرات الحسيب النسيب الشريف ذاتا وصفات برهان الملك والدين سيد السيد إبراهيم القرشي السوب بشقين سيد موسى أولي مرام وزير سيد أحمد عارف الشرم وزير بولي سيد غريب سيد بوان سيد جمالات محمد السوق سيد محمد السوقي وليان بيت الحاف يوشتر مباشتر من القندل العشر الصباطي السبع العلماء ومن أمامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم من الفاتحة. الفاتحة لشيخنا وإمامنا وحامي حمانا ومرك أرواحنا قائد ربنا إلى الله تعالى سنتنا السلطان البرهاني سيدي فخر الدين مولانا الإمام الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني ولشيخنا وإمامنا وحامي حمانا ومرك أرواحنا قائد ربنا إلى الله تعالى سنتنا السلطان البرهاني سيدنا ومولانا الإمام الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني ولشيخنا وإمامنا وحامي حمانا ومربي أرواحنا قائد ربنا إلى الله تعالى وسلطنا للسلطان البرهاني سيدنا ومولانا الإمام الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني
أهل بيتي وذريتي وأصالي وحبي ولسائر السادات القرآنية في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله لهم من الفاتحة. اللهم بيه من ذكرنا أسماء من عبادك الطيبين الطاهرين الأخيار لبغنا بذوقهم ولبرنا بأنوارهم وكرمنا بكرم الله المصطفى وآل بيته الكرام. أكرم جمعنا هذا وتفضل علينا هذا بالجود والكرم والإمداد وقلنا على أي حالة كنا ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا محروما من رحمتك يا رب العالمين. سيد الأوراد والينا بالإراد. اللهم اشرح الأوراد والينا بالإراد بجاه الحبيب المصطفى وآل بيت الكرم. اشف منا كل مريض وقوي منا كل ضعيف ونشف منا كل كسلان من مرضى الأجساد مرضى الأنفاس ربنا ومداري الصالحين أصحاب المقام الإمامين الجليلين اللهم اجعلهم راضين علينا كل رضا وجعلنا هذا في رضاك ولا تجعل فيه شقيا ولا محروم من رحمتك. شيخنا وأستاذنا قدوتنا إمامنا الشيخ محمد بن الشيخ بلغنا من جوده جود ومن كرمه كرم ومن نوره قبس زرنا معه الأدب وحسن الاتباع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتح النقي زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم 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 فاتحة للسفر الصلاح والكعبة اللهم صل على سيدنا وفعلنا ولغيرك لا تكلنا ولا حبك وحب النبي من صلى بك وقال لساداتنا ومشايخنا دوما اجمع على الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.